اهلا بكم اصدقائي المشاهدين، واول ركله جزاء في اللقاء وهدف. يا سلام يا سلام، نبدا اللقاء بقله ادب ووساخه، نبدا قله الادب بسفاله وقله تربيه. اديله على وشه، اديله والله سافل يا ابني. حد ينتشه بوكس؟ يالا حد يجي ينتشه بوكس من ورا ده عيل؟ انت اديله في وشه، اديله في وشه، وبيده بحزام ولا بيض انصر. يا انصر ايه بس، ده كان هيموته. عركة يا جدعان بسبب ضرب جزاء عشان عيل سافل ما ترباش ورب حلال فيك. ده المفروض كان دخل بعزقه في وشك فلقك اتنين. وادي حكام اللقاء بيتشاروا فيما بينهم، العقوبة هتكون ايه؟ كارت احمر، كارت ديلو اعطينا. ده الراجل ده مش بيوزع كروت، ده شكله بيوزع ورق لحمة. يا عيني يا عيني يا عيني، زنجي ابن زنجي، يا عيني عليك. يا سلام، اهبده اهبد. ده كده يا جدعان تقريبا هنقسمها خمسة وخمسة، هنلعب خماسي. يا تعلب هات العرض بعرض الملعب يا تعلب. وفاضل مين كده يا ابن المرة؟ انت هنلعبه بمين؟ احنا كده مش فاهم انا. طيب هنلعبه بمين يا حكم عبيط؟ يا نهار يا تعلب، خليك بعيد بدل ما يرزعك كارت احمر يا تعلب. بدأ اللقاء مرة تانية، ثلاثة قصاد ثلاثة، وادي مرور لكن شد وجزم. حكم اللقاء يحتسب ايه؟ اخيرا شفنا حته صفرة. يا لهوي، ضرب ايده في المحفظه، طلع الاحمر. يا حكم يا ابني العوب مين يا ابني؟ يا تفضل مين يا كده العوب مين يا له؟ حتى الان 27 كارت احمر و13 انذار وثلاث سنين حبس وشهرين. طب والله العظيم انت سافر وما تربيت يا ابني، اقسم بالله تستاهل الاحمر. والله تبقى حكم مهزل وما هبته. والله تبقى اصبر. ايوه كده دلعني. خدوا بقى اصحابكم كده، خدوا بعضكم روحوا، والرجاله التانيه تلعب 9-10. نهايه اللقاء 1-0، زائد ان الفريقين اتطردوا. يا نهار اسوخ، الامن المركزي نازل، الامن المركزي نازل، هما سالوا